مساء الخير جميعا، واهلا بكم في اخر النهار على شاشه قناه النهار. النهارده قاضي المعارضات بمحكمه شمال القاهره اخلى سبيل الزميل الاعلامي خيري رمضان بعد اتهامه بنشر اخبار كاذبه بقصد الاساءه لوزاره الداخليه، والقرار ده كان اخلاء سبيل الاستاذ خيري رمضان بكفاله 10,000 جنيه. القرار جاء بعد حبس خيري رمضان 4 أيام على ذمة التحقيقات اللي أجرتها نيابة وسط القاهرة، واتهمت خيري رمضان بإهانة هيئة الشرطة. المعروف أن النيابة بدأت التحقيق مع الأستاذ خيري رمضان يوم السبت وحجزته لمدة 24 ساعة وطلبت تحريات الأمن الوطني. التحريات أدانت خيري رمضان، وأمرت النيابة أمس بحبسه قبل أن يخلى سبيله عصر اليوم. يا ترى إيه تطورات هذا الملف؟ معايا على الهواء مباشرة المستشار طاهر الخولي، محامي الإعلامي والزميل خيري رمضان. سيادة المستشار مساء الخير أولا، وشكرا على المشاركة. أهلا بيك أستاذ طاهر. هل لديكم الجديد؟ ايه الاجراء اللي تم النهارده بعد اذنك؟ ويا ريت برضو تقول لنا الاستاذ خيري رمضان فين دلوقتي؟ احنا كان طبعا حضرتك زي ما حضرتك المقدمه اللي حضرتك قلتها فعلا هي احنا مثلنا امام النيابه من حوالي يومين بناء على بلاغ وزاره الداخليه ضد خيري رمضان. مضمون بلاغه بيقول ان هو اهان في اهانه في بالنسبه لوزاره الداخليه، اهانه لوزاره الداخليه، وان هو بس اخبار كاذبه وغير حقيقية، ودي أهانة مؤسسة عامة. احنا مثلنا أمام النيابة، وخيري قال أولا هو لم يقصد هذه الإهانة، بل على العكس خيري طول عمره كان واقف مع جهاز الشرطة والقوات المسلحة وكل مؤسسات الدولة، وخاصة أن أبناء الشرطة بيقدموا نفسهم ضحية لهذا الوطن ودعمه الكامل لجهاز الشرطة، وان هو الحلقه اللي بعديها عقب على هذا عدم الفهم الغير مقصود اللي حصل في برنامج. النيابه طلبت تحريات الامن الوطني، تم حجزنا اليوم. النهارده وردت تحريات الامن الوطني بتاكد ان صحه بلاغ وزاره الداخليه تجاه خيري رمضان. النهارده كان في تجديد، النيابه اصدرت قرار بالحبس 4 أيام. مثلنا النهارده امام قاضي تجديد قاضي المعارضات تجديد الحبس، واكدنا ان احنا خيري رمضان لم يقصد هنا لمؤسسه الشرطه، وان الواقعه برمتها هي واقعه حقيقيه، وان المستند اللي ورد اليه من الست الفاضله هو مستند حقيقي وصادر من وزاره الداخليه، وبهذا المستند في مفردات المرتب لضابط الشرطه، وان هو كان بيقصد ان هو ان احنا نقف جانب لجانب الشرطه، بالاضافه ان هو طلب في البرنامج بتاعه في البرنامج وفي ذات الحلقة ان المدارس الخاصة تدي خصم خاص لأولاد الشرطة، وطالب المجتمع المدني ان احنا لازم ندي دعم كامل لأولاد الشهداء وأولادنا في القوات المسلحة وفي جهاز الشرطة لما يبذلوه من جهد وسعي وتضحية للوطن، وان عدم وان هو لم يقصد الإهانة تماما، بالعكس هو دعم للشرطة. وخاصة ان خيري رمضان سبق قبل كده ان اجرى 4 حوارات 4 حديث مع 4 وزراء داخلية سابقين، هو طول عمره داعم لجهاز الشرطة ولا يقصد الاساءة، واحنا ما قدمناه ما احنا هما بسش خبر ولا اختلق خبر ولا انشأ خبر، هو رجل نقل خبر بناء على مستند رسمي حقيقي وصحيح، وده بناء على تحريات الامن الوطني. هو رجل لم يختلق هذه الواقعة نهائيا ولم يختلق هذا المستند نهائي. وانتوا استاذ طاهر يعني قدمتوا هذه المستندات؟ قدمنا هذه المستندات وطلبنا ان من النيابه العامه ان هي تتاكد من صحه هذا المستند، وتاكدت النيابه العامه من صحه هذا المستند والمصادر من هذه الجهه وانه مستند صحيح. فكانت النهارده كان مصلنا امام قاضي المعارضات، والحمد لله بفضل الله تعالى يعني اصدر قرار باخلاء سبيله. بعد اخلاء السبيل بكفاله 10,000 جنيه، الخطوه اللي جايه استكمال التحقيقات مع النيابه، ولا استاذ خيري يتوجه الى منزله، ولا يبقى في قرار احاله من قبل النيابه عشان الراي العام يفهم بس يا فندم؟ هو دلوقتي خلاص التحقيقات لسه طبعا لم تنتهي،
والنيابة لم تصدر أمر في القضية حتى الآن، سواء بإحالة القضية للمحكمة أو بحفظ الدعوة. وإحنا سددنا الكفالة النهاردة في النيابة، وتم إخلاء سبيل خير رمضان من النيابة وتوجه إلى مسكنه. وإحنا دلوقتي في انتظار تحقيقات النيابة. لو النيابة طلبتنا طبعا هنمثل أمامها، لو النيابة يعني حسب ما توجه النيابة هدائي وتتصرف في الدعوة، هل بالإحالة المحكمة الجنائية أم بحفظ الدعوة. فإحنا لسه التحقيقات سارية، ولكن بفضل الله الحمد لله كان أهم حاجة إن إحنا يعني إحنا بنشد حرية الإعلام، وده نقد بناء، وإن الإعلام النهاردة دوره دور النقد البناء يعني، والنهوض بالمجتمع ونهوض مؤسساته. وخصوصا لو توفرت حسن النية يعني. طبعا أكيد رجال النيابة والقضاء المصري أكيد هيبقى لديهم الرؤية الثاقبة لتقييم الموقف يعني. ودي وخاصة ان خير لم قبل كده لم يصدر ضده احكام، ولم يمثل امام النيابة في اي بلاغ ان هو قصد ان هو يقذف او يسب او يتجاوز على اي جهة. دي احنا اول مرة يتحط في هذا الموقف. خير رمضان داعم دايما للدولة، وداعم دايما لمؤسسات الدولة، وداعم لاجهزة الدولة، وكان ليه دور وطني كبير في الفترة اللي فاتت، والكل يشهد بها والكل يعلمها، وبدون قصد طبعا. واذا كان في يعني في عباره صدرت منه او لفظ صدر منه هو غير مقصود تماما، اسيء فهمه او سوء تحليله، نحن هنقول ده اللي قلناه النهارده في المحكمه يعني. والحمد لله اخلص سبيله فضل الله. الحمد لله تعالى. الحمد لله. بشكر حضرتك على هذه المداخله، وهنتابع معاك لو في اي جديد ان شاء الله. المستشار طاهر الخولي، محامي الاعلامي والزميل خيري رمضان. هفكركم بآخر تطورات مسألة حبس الزميل خيري رمضان 4 أيام على ذمة التحقيقات، إن هو أخلي سبيله بكفالة 10,000 جنيه، وهو على حسب كلام محاميه هو الآن في مسكنه، في منزله يعني مع أسرته، وبانتظار ماذا ستقول إليه هذه المسألة، سواء بحفظ الدعوة أو يعني الإحالة للتقاضي أو المحكمة، ويعني ربما يزدل الستار على هذا الموضوع برمته، ويحدث ما يسمى بالتصالح إذا يعني أدركت كل الأطراف أنه هناك حسن نية وراء مناقشة موضوع معين في خلال برنامج الأستاذ خيري رمضان على القناة الأولى، برنامج مصر النهاردة في التلفزيون المصري. مش في موقف أن أنا أعقب كتير على هذه المسائل، لأنه طبعا شهادتي مجروحة في زميلي، وشهادتي مجروحة في أي إنسان بيحاول يقوم بدور وطني ضمن المنظومة العامة. يعني مش هقعد أقول ده خيري إعلامي كبير وزي الفل وكده، ده شيء معروف الحقيقة. وأنا مش هبقى أكتر من الأستاذ مكرم اللي دافع بشدة في وسائل الإعلام وفي برامج التوك شو عن الأستاذ خيري رمضان، وطالب الإعلاميين والإعلام بمزيد من توخي الحذر فيما يقولونه، هو عنده حق، وطالب بمزيد من المعايير المهنية في الأداء الإعلامي، وأكيد عنده حق، وطالب أيضا كل من يهمه الأمر وكل من بيده القرار أن يتوفر عنده حسن النية، وألا يتعامل مع هذه الموضوعات يعني بنوع من التشدد، مع الاحترام الكامل لسير العدالة ولتطبيق القانون. احنا عايزين بلدنا تبقى بلد مؤسسات وبلد قانون. وبتمنى للأستاذ خيري رمضان كل توفيق، وأن يعني تعدي الأزمة دي على خير إن شاء الله، ويعود إلى برنامجه ويقدم الإعلام المتوازن المهني الهادف كما هو معروف الحقيقة عن خيري، بعيدا عن الصوت العالي، وبعيدا عن المعارك الإعلامية، وبعيدا عن السخونة الإعلامية والحلقات معرفش إيه. يعني هو راجل متزن ومعتدل وصحفي كبير الحقيقة. ربنا معاه إن شاء الله، وربنا كده يعدي الأزمة على خير إن شاء الله. هروح لموضوع تاني، هروح الفيوم، لأن الحقيقة في معلومات عندنا بوقوع مسألة أو وقعة غريبة في مدرسة اسمها فيدمين
الثانوية أطرافها من المدرسين. قبل ما نقول حصل إيه في هذه المدرسة وهي واقعة غريبة زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي، هعرض عليكم مقطع كده فيديو وخاص هو ببرنامج آخر النهار، ربما لم يشاهد، أنا متأكد أنه لم يشاهد في أي برامج أخرى. نشوف المقطع ونرجع نتحاور حول هذا الموضوع. طبعا المشهد مرتبك جدا وحالة هلع، وفي ستات بتصوت، وفي ناس في الاخر بتقول لك المطوى يا اساتذة، واضح ان في يعني خناقة، وواضح ان الشرطة وصلت بعد ما اكيد حد كلمهم او بلغهم في الحال، يعني استدعاهم. ودي الحقيقة معلوماتنا ان دي معركة داخل مدرسة ثانوية في الفيوم، هي مدرسة فيديمين، اطراف هذه الخناقة من المدرسين، واستخدمت في هذه الخناقة الحقيقة مطوى اللي هو السلاح الابيض. وفي يعني المعلومات الاولية بتقول انه في اصابات، يعني خمسة يمكن العدد، هنتأكد. على كل حال أنا معايا دلوقتي على الهواء مباشرة أحد أولياء الأمور، هو شاهد عيان تصادف وجوده، وربما يحكي لنا إيه القصة كلها من الألف إلى الياء، بشرط واحد إن احنا ما نقولش اسمه، احنا بنحترم هذه الخصوصية. اتفضل احكي لنا إيه اللي حضرتك شفته. مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ معتز، أهلا بيك، اتفضل. أهلا وسهلا بيك. أنا كنت في المدرسة رايح أمن الاستمارة بتاع بنتي اللي هي في ثالثة ثانوي طبعا، وواقف مستني السيد المدير، فوجئت ان في واحد مدرس منزل طالب موديه عند الاخصائي الاجتماعي. الطالب ده انا سامعه بيتصل بابوه بيقول له يا بابا ده ضربوني وعملوني مش عارف ايه وحاجات زي كده. بعد حوالي ربع ساعة لقيت ابوه داخل من باب المدرسة. وداخل بدون سلام ولا كلام. قصد المدرس اللي كان واقف مع ابنه بيقول له يا بلطجي انت بتضرب ابني ليه؟ فوجئنا بابنه راح ضارب الاستاذ بالبوكس، راح الاستاذ عنده السكر ومرمي على الارض. المدرسين جروا على زميله مشيلوه، والولد يضرب في اي مدرس يقرب يمه، راح ابوه طلع المطوى، والراجل اللي قرب له راح خبطه بالمطوى في وشه وخبط خمسه. ابو الطالب اللي طلع المطوى؟ ابو الطالب ده مدرس في مدرسه جنبينا. يعني ابو الطالب نفسه مدرس. ابو الطالب مدرس، ايوه، ومعاه مطوى. هو طلع المطوى من جيبه وخبط خمس مدرسين، اللي قرب له خبطه بالمطوى على طول. خبط خمس مدرسين بالمطوى؟
خمس مدرسين بالمطوى، في ثلاثة راحوا عملوا تقرير الطبي وراحوا النيابة، وفي اثنين مرضيش يروحوا عشان تعبانين أصلا عندهم السكر مش قادرين يروحوا ويقعدوا ويروحوا النيابة والكلام ده كله. وحضرتك شفت الكلام ده بعينك؟ أنا شفت الكلام ده بعين أيوه، وكل الأولاد مصورين الكلام ده بالكاميرات والتليفونات والحاجات دي كلها متسجلة. وقلت الكلام ده في تحقيقات الشرطة أو في المحضر؟ إذا الشرطة استدعتني ولا النيابة استدعتني هقول اللي حصل بالظبط، مع إن اللي فوجئنا إن المحامي العام نزل جلسة طوالي على طول يوم الأربعاء بعد بكرة. يعني هم الحكومة نزلت الجلسة بعد أسبوع على طول. يعني لسرعة إجراءات التقاضي يعني. سرعة بنزلوا الجلسة بعد أسبوع، الواقعة دي كانت يوم الأربعاء اللي فات والجلسة يوم الأربعاء اللي جاي. طب هو حضرتك يعني انت بنتك في المدرسه دي صح؟ ايوه يا فندم، ده مدرسه هايله. مدرسه هايله ماشي وكل حاجه، المدرسة بس يا استاذ معتز على يمينك في لوحه مكتوب فيها خريج المدرسه، المستشار والطبيب والدكتور وضابط مخابرات وضابط مدفعيه وضابط شرطه، قائمه كبيره على عيني وراسي. بس سؤالي ليك ما هو في كلام بيقول ان كل حاجه بقت كويسه ورجعت تدهورت. المهم مش دي قضيتنا، هو في مدرس يشيل مطوه في جيبه؟ ده سؤال يتساله المدرس اللي شايل مطوه في جيبه واللي استخدمها، ده سؤال هو اللي يتساله. احنا لا انا عارف، انا مش بحملك انت، مش عايزك تجاوبني على السؤال، انا بقول هل ده امر طبيعي شفته قبل كده في المدرسه؟ خالص ما حصلش. ده ما حصلش نهائي. طيب حضرتك خليك معايا، احنا ما بنقولش اسمك طبعا احتراما لخصوصيتك، بس انا معايا الحقيقة مسؤول بوزارة التربية والتعليم وهو وكيل الوزارة بالفيوم الدكتور عادل عبد المنعم، وبشكر حضرتك على المشاركة يا دكتور عادل. مساء الخير يا فندم. اهلا بك يا استاذ معتز. الحقيقة الحمد لله كله تمام، بس محتاج بعض التفسير لما حدث في هذه المدرسة، لو بنطق اسمها صح، اسمها فيديمين الثانويه. فيديمين الثانويه في بنت تنوس. الوضع ايه بعد ما الخناقه حصلت بالمطاوي، وفي طرف في الخناقه على حسب شاهد العيان هو نفسه بيعمل مدرس؟ هو حضرتك بالظبط حدثت مشكله مع طالب او بين طالب ومدرس في الفصل. فهو استدعى المشرف بتاع الدور، والمشرف حب ياخد الاجراءات الطبيعيه ان هو ينزله الاخصائي الاجتماعي. فلما اصطحبوا الطالب ونزلوا بيه لتحت في حجره الاخصائي الاجتماعي، الولد اتصل بباباه بالمحمول وعلى طول وصل لوالده. الولد بمجرد ما شاف والده طبعا دخل اقتحم المدرسه ودخل على طول. لما الولد شاف باباه داخل المدرسه راح على طول مناول بالبنية للمدرس. يعني استقوى بوالده يعني. ايوه. وبعدين طبعا المدرسين بتمسك الولد، راح والده على طول الولد ضرب المدرس منهم بالبنية في وجهه في رقبته يعني. فطبعا والده راح على طول مطلع المطوى قرن غزال من جيبه وراح ضارب اثنين مدرسين، مش خمسه، اثنين مدرسين. واحد مخبوط بالبنيه في وجهه، يبقوا ثلاثه. ده اللي هو ابو الولد. ابو الولد. اللي هو بيشتغل مدرس. للاسف انه مدرس لغه انجليزيه في مدرسه عويس عليوه الثانويه قريبه للمدرسه دي، من نفس المركز يعني. طب وازاي يشيل مطوى في تفسيرك انت يعني؟ ما هو ده طبعا ده خطا وامر شاذ ولم يحدث، ما شفناش كده قبل كده في حياتنا يعني. يعني المدرس المفروض يبقى قدوه، ولو اني انا مش قدوة عايز قدوه ويغرس القيم والمبادئ، وده هو المفروض اللي ينهي على الحاجات دي. ما يحصلش الكلام ما انا مش عايز ان انا يعني ايه استبق الاحداث، لان احنا عندنا مبدا ان المتهم يمثل امام المحاكمه الاول ويظل بريء حتى تثبت ادانته. انما لو يا استاذ معتز احنا المفروض مهنه المعلم مهنه شريفه، مهنه الانبياء والرسل اللي بيغرسوا القيم والمبادئ، المفروض ده ما يحصلش اطلاقا في العمليه التعليميه. طب بعيدا عن تحقيقات النيابه، ايه الاجراءات اللي انتوا هتاخدوها؟ انا اقول لسيادتك على طول بمجرد ما وصلني على طول، لان المدرس ده ترك عمله في المدرسه اللي هو فيها، يعني حتى ما خدش اذن وترك العمل.
فأنا طبعا بسبب ترك العمل لابد إن هو يتخذ الإجراءات القانونية ضده، إن ترك العمل ومشى بدون إذن. وبعدين الحاجة الثانية إنه على طول يقتحم مدرسة ويضرب زمايله في وجههم بالمطوة اللي معاه، فده طبعا على طول أمرت الشؤون القانونية فورا بالتحقيق. ومدير المدرسة طبعا اتصل بالشرطة وجم أخذوا المدرسين وخدوا المدرس ودنه. وانت بالنسبه لك يا دكتور عادل، على طول اخدت الاجراءات القانونيه على طول. معلش اديني فرصه ان انا اطرح عليك بعض الاسئله. انت الاول ابلغ حضرتك يا استاذ معتز ان احنا خدنا الاجراءات القانونيه او الاداريه عندنا، ان الشؤون القانونيه على طول تم الوقف عن اخذه الاجراءات القانونيه، خدنا قرار وعرضه على السيد المحافظ فورا اللي امر بوقفه عن العمل، وقفه عن العمل. وان شاء الله يعني لما ننتهي من التحقيقات نشوف ايه، لان هو محبوس الان هو وابنه، واخد 4 ايام حبس ومستمر، واتعمل له جلسه يعني سريعه يوم 7/3. ده خلاص يعني تم ايقافه عن العمل بعد كام يوم انتهاء التحقيقات. والطالب بيطبق عليه لائحه الانضباط اللي بتؤدي الى الفصل. يعني الولد برضو يعني هتطبق عليه لائحه الانضباط، ويعني احتمال يفصل بس لما ننتهي من التحقيقات. يعني سبب المشكله يعني الاساسي ايه دكتور عادل؟ يعني ايه اللي خلى المدرسه تاخد اجراء عقابي وتجيب الاخصائي للولد؟ عمل ايه اساسا يعني؟ هو طبعا المعلم بيكلمه في ادواته، ويعني بينه وبينه فين كتابك، فين ادواتك، شد معاه. فبالتالي لما ولد يعلي صوته على المعلم في اجراءات ان لازم الاخصائي الاجتماعي بيستجوبه وبيتم استدعاء ولي امر. وهو ما انتظرش. وهو في انهي مرحله؟ في سنه كام؟ نعم، هو في سنه كام الولد؟ في اولى ثانوي. اولى ثانوي. في اولى ثانوي يعني اولى ثانوي يعني 16 17 يعني 16 سنه الولد. في الثانويه. ودلوقتي هو معرض. احنا خدنا الاجراءات الاداريه بتاعتنا. وطبعا في اجراءات قانونيه بقى يعني مع النيابه والنيابه العامه، وان شاء الله يعني نشوف بقى الجلسه هتتم على ايه يوم 7/3 باذن الله. ده بعد بكره على طول هنتابع معاك. وبشكرك على المشاركه في برنامج اخر النهار ده. كان الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزاره التعليم بالفيوم. الراجل الحقيقه ما اختلفش خالص، لو اتخذتوا بالكم الروايتين متطابقتين ما بينه وما بين ولي الامر شاهد العيان اللي تصادف وجوده هناك. يعني من الصعب انك انت تعلق على حاجه زي كده، لان المساله واضحه جدا فعلا. لو في ولد استقوى بابوه او نادى ابوه ان هو يجي يجيب له حقه من المدرس اللي شايف ان هو ظلمه، فيقوم التاني جاي عامل خناقه لرب السماء باستخدام السلاح الابيض، يعني حتى بغض النظر اذا كان مدرس او غيره ما ينفعش. انا مش عايز اقول ربنا معاه بقى، ما هو دلوقتي في مواجهه النيابه العامه ومحبوس. فانت لما تيجي تعلق على واحد يعني عايز اقول لسه ما وقعش في قبضه العداله او كده، انما انا مهما اقول مش هقول اي تأثير اكتر من ان هو القي القبض عليه وتحددت له جلسة. خلاص ربنا ما نشوف نتابع الموضوع ايه، انما هفضل للصبح اقعد اقول ده سلوك مرفوض. طبعا ده سلوك مرفوض، مدرس يروح يحابي لابنه برضو مرفوض، وتقتحم واحد بيحابيله بان هو مثلا بيزعق في المدرسين، لا ده الموضوع كمان لو ثبت هذه الاقوال باستخدام السلاح الابيض باستخدام المطوه تبقى مجتمع البلطجه، واحنا مش عايزين هذا المجتمع خالص خالص. بشكر شاهد العيان، بشكر الدكتور عادل عبد المنعم. وهروح لموضوع تاني، هروح لكفر الشيخ. في قريه هناك يمكن اهالي كفر الشيخ عارفينها اسمها قريه 17 مركز الحمول، عندهم مساله غريبه شويه. 16 اسره الحقيقه بيعانوا من اشتعال النيران بدون اسباب. تعالوا نتابع مع بعض مقطع كده ونرجع نتحاور مع اهالي هذه القريه. عند عيد. فين عيد؟ بيت ده فين؟ بيت ده. بيت ده؟ دي 5 مرات في البيت ده. لا حول ولا قوه الا بالله. 5 مرات في البيت ده. دي ثالث مره.
ده في البيت ده. صور الناس كده وهي بتروح، صور الناس كده، صور الناس كده. مطافي بقى وجاي بنوبة اهي. مطافي بقيت هنا من امبارح. مطافي هنا بقيت هنا من امبارح، والمركز بقيت هنا من امبارح. استنى شوية بقى، استنى شوية عليا. استنى لما اربط الوصلة. عايز اتكلم ولا هسجل؟ هسجل يا استاذ صلاح. دي كان عليها مكتبه، دي كان عليها مراتب. دي كده ولع. كله ولع، كل الفرش ولع. ها شوف الزوم اللي لحقهم قلت لك هذا الراجل بلعها مره. طيب للتعليق على مقاطع الفيديو دي الحقيقه اللي جات لنا من مركز الحمول بمحافظه كفر الشيخ قريه 17، اشتعال النيران في البيوت بلا اسباب واضحه. معايا دلوقتي المهندس علاء بلال، هو على فكره من اهالي القريه، وهو اللي صور المقطع اللي احنا لسه شايفينه وهنشوف اجزاء منه اكيد واحنا بنتحاور معاه. ايه الحكايه يا باشمهندس علاء؟ الموضوع مش مفهوم بالنسبه لي، هل عندك شرح للموضوع؟ مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير حضرتك يا سعاده الرئيس. احنا متشكرين طبعا انك بعت لنا المقطع، بس يا ريت تكلمنا عنه. ايه سبب الحريقه دي؟ سعادتك يا سعاده الرئيس، احنا من يوم الجمعه لحد الان اكتر من 25 حريقه في البلد. بلد حضرتك اكتر من 500 بيت. دي عماله تتنقل من مكان الى مكان اخر. نلحق هنا نجري هنا، نلحق هنا نجري هنا. وحضرتك الحريقه ما بتولعش الا في المراتب بس فقط لا غير. يعني المراتب هي بس اللي بتولع، والفرش داخل الشقق زي ما انت شايف حضرتك الفيديوهات اللي انا مصورها لحضرتك. وصلت عند حضرتك، وفي فيديو تاني حضرتك انا بعته من شويه كان لسه فيه دلوقتي اكتر من حريقتين. منظر مرعب حضرتك، البلد هنا في حاله رعب، البلد كلها قاعده في الشارع، كله منزل عزاله في الشوارع، لان العفش وكله الناس العيال الصغيره مبيتينها في كرة تانية عشان خايفين عليهم. بقول لك يا علاء بعد اذنك. اتفضل يا استاذ. طبعا انا مش كل يوم بيقابلني يعني قصه زي دي، فانا النهارده بسالك سؤال واضح وصريح. اتفضل يا استاذ. حرايق حاصله في بيوت القريه او في بيوت البلد في مركز الحمول بلا اسباب، ايه اللي بيتقال عندكم وايه اللي مخوفكم على العيال؟ في ناس حضرتك، في شيوخ اكتر من 20 شيخ وصلوا هنا، في ناس مش قادره تعمل اي حاجه تقول لك انا مش هقدر، وفي ناس تقول لك في جان، وفي ناس تقول لك انتوا اذين قطه، وفي ناس لا مؤاخذه تقول لك انتوا راميين ميه في لا مؤاخذه تغلي في الحمامات، وفي شيوخ تقول لك احنا عايزين 20,000 واحنا نحل اللغز ده، وفي شيوخ عرضت علينا تقول لك عايزين 50,000 عشان نحل اللغز ده. فمش عارفين احنا عايزين صوتي بعد اذن سيادتك يوصل للرئيس، لان هنا البلد عايشه في رعب. صدقني اقسم بالله البلد عايشه في رعب، الناس كلها قاعده في الشوارع وكل شويه عمالين نجري، والبلاد الثانيه كلها واقفه معانا هنا عمالين نجري من مكان لمكان اخر. طيب خليك معايا استاذ علاء بلال بعد اذنك، لان معايا واحد اخر من اهالي القريه المضارين، وهو صاحب منزل في القريه، استاذ رضا الخوانكي. الموضوع حصل ازاي من وجهه نظرك برضو يا استاذ رضا؟ مساء الخير. هتوطي التلفزيون بعد اذنك علشان نعرف نتحاور مع بعض. ماشي يا ريس، سامع. طيب اتفضل وطي التلفزيون، وانا سالتك مش عارف سمعتني ولا لا. مساء الخير يا ريس. مساء الخير يا استاذ رضا، اتفضل تعالى. مساء الخير استاذ علاء الدمرداش، ربنا يوفقك الخير يا رب. معتز الدمرداش بعد اذنك. استاذ معتز الدمرداش. لو سمحت، بس دي مش دي القضيه، القضيه ان البيوت بتولع عندكم ليه؟ يا ريس سيادتك دلوقتي احنا لحد دلوقتي مش عارفين ايه السبب. احنا لحد دلوقتي الحريق ما بيشتغلش الا في مراتب السراير. ليه المراتب فيها ايه؟ والله حضرتك احنا مش عارفين لحد دلوقتي، وجيه اكتر من شيخ
واهالي القريه كلهم حضرتك دلوقتي قاعدين في الشوارع، ما عادش بيوت فيها لا عفش ولا اطفال ولا اي حد. طب يعني الحريقه في المراتب ما حصلش مثلا انها في المطبخ في الحمامات؟ لا سيادتك، لا سيادتك، هي في مراتب في غرفه بس الجلوس. لا حضرتك، هي في المراتب بس، ما بتكترش اكتر من المراتب. ومع ان في حاجه غريبه جدا، ان تطفيتها بتبقى سهله جدا. اه طب 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 انتوا بلغتوا الشرطه المحافظ؟ سيادتك كان هنا مدير الامن مركز الحمول، وكان هنا كل رجال الامن موجودين حاليا والمطافي. آه. وجيه اكتر من 20 شيخ لحد وقتنا هذا، مفيش اي حد ادنى بمعلومه نطلع بيها. طب انتوا بتلجأوا للمشايخ على اساس ان يعني الموضوع ده له علاقه يعني ايه بالجن يعني؟ يا فندم سيادتك احنا محتارين، احنا ما عدناش عارفين، في ناس تقول من الجن وفي ناس تقول ان كان حد في مشكله، ما حد ضرب قطه. هي المشكله حد ضرب قطه في البيت ده قبل ما يتبني في الارض دي؟ والله حضرتك القريه دي قريه قديمه جدا استاذ معتز، فاحنا مش عارفين نوصل لحل فيها. سيادتك دلوقتي الفيديوهات اللي الباشمهندس علاء بعتها، الفيديوهات يا فندم دلوقتي حضرتك في قنوات هنا بتصور تاني برضو مناظر كل الناس موجوده في الشوارع، مفيش اي حد في البيت. واهاليكم والعائلات والعيال اللي وديتوهم فين؟ والله استاذ معتز كله في الشارع، كله سيادتك قاعد مطلع عزاله، كل عفش البيت وموجود بيه في الشارع قدام البيت. سيادتك كان في مشكله امبارح ان المراتب لما اتحرقت جوه الغرفه بتاعه النوم طلعناها فوق السطوح في ثالث دور، ولعت لوحدها استاذ معتز. في السطوح برضو ولعت؟ فوق السطوح استاذ معتز، من فوق خالص من ثالث دور، ان المراتب تولع لوحدها وهي فوق. طب والمشايخ قالوا لكم ايه؟ ده انت يعني 100% عندهم وجهه نظر. والله يا استاذ معتز لحد دلوقتي ما فيش حد افادنا بحاجه، احنا بنطالب بس، يعني احنا بلد العلماء، بنطالب ان حد يجي من الازهر، حد يجي ويشوف الموضوع. طيب يشوف الموضوع استاذ معتز. والله يا استاذ معتز البلد متدمره خالص، اكتر من 10 15 بيت لحد دلوقتي. لا طبعا ربنا يستر، وان شاء الله تخرجوا من المشكله دي يعني على خير في اقرب وقت ممكن ان شاء الله. انت صوتك وصل للراي العام، واكيد في يعني كل من له علاقه او خبره بمساله الحرائق اللي بتحدث في الحمول في قريه 17 من غير مبرر، اكيد هيتواصلوا معاكم وربنا معاكم ان شاء الله. طبعا هنتابع. ده كان الاستاذ رضا الخوانكي من اهالي قريه 17. دلوقتي هنتوقف عند استراحه اعلانيه ونرجع نكمل مع بعض بعد الفاصل. اوعوا تروحوا في اي حته. زي ما تابعنا في بدايه البرنامج النهارده، تم اخلاء سبيل الزميل الاعلامي خيري رمضان بكفاله 10,000 جنيه. قاضي المعارضات بمحكمه شمال القاهره اخلى سبيل رمضان بعد اتهامه بنشر اخبار كاذبه بقصد الاساءه لوزاره الداخليه. الحقيقه المحامي المستشار طاهر الخولي اكد على ان الزميل خيري رمضان موجود في مسكنه حاليا، وان هم سينتظروا ماذا سيحدث، اذا كان هيحفظ البلاغ ام سيكون لاجهزه النيابه والقضاء المصري راي اخر، يحدث تصالح او شيء من هذا القبيل. على كل حال يعني لمزيد من النقاش حول هذا الموضوع وحول وضع وأداء
الإعلام بشكل عام. يعني بيسعدني أن أرحب بالكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد، وهو زي ما أنتم عارفين حاليا رئيس المجلس الوطني للإعلام. أستاذ مكرم مساء الخير وشكرا للمشاركة. مساء النور يا فندم، أهلا بيك. وحضرتك الحقيقة أنا تابعت تصريحاتك امبارح، بس يعني أعتقد أن إحنا أحوج ما نكون لصوت التوازن والعقل والضمير في هذه المرحلة. يعني أنا أعتقد أنه مد وتوسعت في قضية خير رمضان بدون أي مبرر. خير رمضان قدم اعتذارا واضحا المرة الأولى، وأعتقد أن هذا الاعتذار كان يكفي. إنما تصور أن الصحفيين قاعدين قدامهم بعصايا ونحن كل يوم نخوفهم ونحن نقتل كل مبادرة، فإنك أنت في النهاية مش هتلاقي حد يدافع معاك، مش هتلاقي حد يقف معاك، مش هتلاقي حد يخوض معاك. وأنا أعتقد أن الناس اللي بيتشددوا في هذا الموقف لا يعملوا لصالح الرئيس السيسي، لأنه أنا طالبت بإنهاء هذا الموضوع فورا امبارح، وكنت على يقين من أن هذا الصوت سوف يصل إلى الرئيس السيسي، وصباحا تأكدت من أن الصوت وصل، وتأكدت أن هناك جهودا تبذل من أجل إنهاء هذا الموضوع. الموضوع خلص شكلا، أعتقد أنه إن شاء الله بإذن الله يخش شكلا وموضوعا. وبعدين لازم نعرف حاجة، أنه دي اجتهادات كلنا بنحاول نعملها، ربما نخطئ وربما نصيب. أهم حاجة حسن النية، اللي بيقول إنه كان في سوء نية كاذب، ويريد توسيع هذه الأزمة ويريد وقيعة ما بين الصحفيين والمصحف، لأنه خير رمضان لا يمكن على وجه الإطلاق يكون سيء النية فيما حدث. انه ممكن وقع في غلط، وقع في غلط، لكنه ادي للاسف. وانا مستغرب قوي انه كتروا قوي الناس الخبراء في الاعلام، بينما بتوع الاعلام ما حدش بياخد رايهم. المجلس الاعلى للاعلام اللي هو مسؤول عن تنظيم الاعلام كان ينبغي ان يكون له قول الفصل، او على الاقل يستشار ضمن الناس اللي موجودة في مثل هذا الموضوع. وإذا لم يستشار في هذه القضية يبقى لازمته إيه؟ وبالتالي أعتقد أن هذه الصيحة وجدت أصداء طيبة، وأنا بشكر كل الذين ساهموا في أن إحنا نخرج من هذا الكابوس بشكل عاقل وبشكل متحضر وبشكل يحترم مهنة الصحافة. يعني مهنة الصحافة دي مش عيب، مش كل يوم ان الصحفيين يتأنبوا ويقفوا في الطابور ذنب. ليه؟ احنا بنخدم المجتمع زينا زي اي فئات اخرى، وبيموتوا مننا ضحايا وشهداء. الصحافه والمذيعين، ولا حضرتك تقصد الصحافه والمذيعين اللي هم مقدمين الصحافه والاعلام؟ طبعا اقصد الصحافه والاعلام عموما. يعني حضرتك عايز تقول ان هم برضو بيقدموا تضحيات يعني، وفي ناس بتموت منها. لا، في منهم من أطلق عليه رصاص، وفي منهم من يتم تغطيته، وفي منهم من يخضع لعمليات تشهير، وفي ويخضع لعمليات ابتزاز، وعايش طول حياته معلق على هذا الخيط، كل مهمته ان هو يكشف حقيقة وان يضيء الحقيقة او ان ينفع مظلوما. الحقيقة استاذ مكرم لفت نظري ان احنا ناخد من هذا دروس المستفادة، ونعرف انه هذه رسالة ومهمة ايجابية ينبغي ان نتعاون جميعا على اعلائها وتخديرها، مش كل يوم نخسف بيها الارض. تمام، وهي رسالة الصحافة والإعلام. استاذ مكرم رسالة حضرتك رسالة الصحافة والإعلام. تمام طبعا. طبعا وهو الإعلام، يعني انا مش هزيد على اللي حضرتك بتقوله لانه الحقيقة شافي وكافي، بس استوقفني معنى حضرتك قلته وأتمنى أنك توضحه أكتر. قلت ما حدث لا يخدم صورة أو صورة مصر، أو لا يخدم، حضرتك قلت تحديدا لا يخدم الرئيس ولا يخدم السيسي. قلت لا يخدم السيسي بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ احنا قاعدين معركة
واقفين كلنا صف واحد في هذه المعركة ضد البي بي سي، لأن البي بي سي فبركت أشياء واستنتجت أشياء خاطئة وسقطت في المهنية ورفضت أن تصحح نفسها، بينما ضروري مهنيا أن تصحح نفسها. نقوم يعني أنا يعني أتمنى أن الحادث ده ناخد منه الدروس المستفادة ونعرف. يعني حضرتك عايز تقول ان الجبهه الداخليه بيخدم دولته وزي اي مواطن ما بيخدم دولته، وان هو بيؤدي مهمه، ومهمه مهمه مش اي كلام يعني. يعني حضرتك عايز تقول استاذ مكرم، علشان المعنى يبقى واضح، انه من يتشدد مع اعلامي او مع صحفي المفروض ان هو مشهود له بالكفاءة وبالوطنية 100%، وإلا ما كانش التلفزيون المصري القناة الأولى تختاره يبقى المذيع. ولعوا أنوار وعملوا فليرز وعملوا مش عارف إيه، لأنه خير رمضان جاي ينقذ التلفزيون. ده تكون النتيجة. فحضرتك عايز تقول إن الجبهة الداخلية بتاعت الاصطفاف ما بين مؤسسات الدولة وبعضيها، الحملة على الإعلاميين أو يعني ما بقش انا مش عاوز اجمع تشويه صوره الاعلاميين، ممكن ما تخدمش ضد الاعلاميين، مش عاوز اوصل الى هذه النتيجه، حتى لو كان ده بدا قدامنا او في مظاهر دي. لا، انا عاوز اقول انه كلنا كازهزه لازم نعرف ان هذه دوله مؤسسات، ان مؤسسه الصحافه مؤسسه مهمه زيها زي مؤسسه الامن وزي مؤسسه الرساله، لابد ان تمكن من اداء رسالتها بكرامه، لابد ايضا ان تحترم رسالتها. ولما يغلط بقى هاتوا صحفيين وخبراء في الاعلام يحاسبوه، ما يحولوش ليه خير رمضان للمجلس الاعلى للصحافه، ولا المجلس الاعلى ما يعرفش يحاسبه. فحضرتك برضو مش عايز تسيب مسألة انضباط المعيار المهني والأداء المهني في مهنة الإعلام، برضو حضرتك بتأكد على هذا المعنى؟ لازم، لأن إحنا عشنا من المؤكد إن إحنا عشنا 8 سنوات الفترة الانتقالية كلها في حالة فوضى، ما فيش شواطئ، كل واحد متصور إن حريته يعني تقضي على الحرية الآخرين، ونشوف أخطاء كبيرة من اعلاميين كبار، وبنحاول ان نتصرف في المجلس الاعلى لهذا، وبنحاول ان ننظم هذا الوضع، وبننجح احيانا بالفعل في هذا الشيء، رغم ان عمرنا لسه قصير. وانا شايف حتى ان الاستجابه الايجابيه عاليه جدا، الناس بتحترم قراراتنا وبتنفذ القرارات تمام مظبوط، ما حدش بيبوق، اللي بيبوق بياخد عقاب اكتر ويقول يستحق، واحنا كمان ايضا انا يعني تمام، ما احناش معتبرين انفسنا صوت في عقاب، ده احنا كلنا، انا بمثل المجتمع وامثل الدوله وامثل المهنه، وبالتالي انا مش وزير، لا انا عضو قضيت حياتي كلها في هذه المهنه، ولما اتكلم ولما اصدر حكم فيما يتعلق بهذا بأصدره عن خبره طويله، وبقول في النهايه دي خبره ضمير صحفي يقظ. فاحنا يعني تمام، يعني نحن صحافتنا تجاوزت 150 عاما وقد انجزت اشياء كثيره. صح، يعني انا اخذت من وقتك والله يا استاذ مكرم، بشكرك جدا على اتاحه الفرصه للحوار معاك حول هذا الموضوع الحقيقة اللي بيهم الرأي العام، وهو مسألة إخلاء سبيل الزميل الإعلامي خيري رمضان بعد توجيه تهم خاصة بأدائه طبعا، وما يقال عن أخبار كاذبة وما إلى ذلك في برنامجه مصر النهاردة على القناة الأولى في التلفزيون المصري. بشكر الكاتب الصحفي الكبير أستاذ مكرم محمد أحمد على هذه المداخلة. هسيب الموضوع ده واروح لموضوع تاني. الحقيقة أن الوسط الرياضي، وسط كرة الرياضية، بيتكلم اليومين دول على مصير النجم، نجم المنتخب ونجم النادي الأهلي الكابتن عبد الله السعيد. الأخبار اللي عندنا لغاية دلوقتي بتقول أنه في نادي الجزيرة الإماراتي
ربما يكون وصل لاتفاق شبه نهائي مع كابتن عبد الله السعيد للحصول على خدماته لمده موسمين. ويعني ما فيش شك انه كان في كمان كلام تردد على ان هو هيجدد ولا مش هيجدد. على كل حال رد فعل الاهلاويه ايه؟ هروح مباشره في بث مباشر من ضاحيه حي المهندسين مع مراسلنا تامر مجدي. تامر مساء الخير، يا ترى الناس بتقول ايه على كابتن عبد الله السعيد؟ مبسوطين انه يمشي يحترف ولا عايزينه يفضل في الاهلي؟ مساء النور استاذ معتز، اهلا بيك. اكيد وسهل. عدد كبير من الاهلاويه بيرفضوا رحيل عبد الله السعيد لانه يعتبروه هو عامل الخبره وعامل النجوميه في النادي الاهلي، لكن خلينا نشوف اراء الجماهير من النادي الاهلي الموجودين النهارده بيترفهوا في الكافيه. مساء الخير، ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه رايك في رحيل عبد الله السعيد من النادي الاهلي؟ طبعا انا شايف ان رحيله ده يبقى صعب على الجماهير وصعب على الناس ذات نفسه، ان عبد الله السعيد احسن لاعب في مصر ويعتبر خليفه ابو تريكه في الاهلي، يعني شايف اللي هو يبقى خليفه ابو تريكه احسن لعيب في مصر يعني. فرحيله يبقى صعب على الجماهير وصعب على النادي جدا. عظيم جدا استاذ معتز، معانا نجمنا بكار، هو جاي من اسوان مخصوص عمال يقول لي انا بحب عبد الله السعيد جدا، عايز يقول كلمه. ايه رايك في رحيل عبد الله السعيد من النادي الاهلي؟ شايف انه يبقى ولا يبقى؟ لا انا شايف او في الرشيد الاول. لا رشيدة في اسوان دلوقتي. انا شايف ان عبد الله السعيد ما ينفعش يمشي عشان هو لاعب اساسي في النادي الاهلي، هو عشان كبير بس هو ليه خبره في النادي، هو برده يعتبر برده خليفه ابو تريكه تمام، وما ينفعش يمشي برده. ايه رحيل ابو تريكه او رحيل عبد الله السعيد يمشي من النادي الاهلي ولا ما يخليه؟ والله انا بختلف مع اصحابي شويه في النقطه دي، انا شايف ان هو اضرب مصلحته يعني. هو كده كده اصلا عبد الله السعيد مش ابن النادي. الكلام ده لو مع حسام غالي، مع عماد متعب، مع بقيه اللعيبه ده ينفع، لكن بالنسبه لعبد الله هو شايف اضرب مصلحته ايه يعني. خليني انتقل بقى سريعا استاذ عبد المعتز للعنصر النسائي، لان هم ليهم ربما يكون ليهم راي ثاني وتفاصيل ثانيه موجودين فيها. خليني مساء الخير عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ كله تمام. اخبار النادي الاهلي معاكم ايه؟ تمام. طيب تعرف عبد الله سعيد طبعا؟ اكيد. هو دلوقتي في اقاويل ان عبد الله سعيد ممكن يرحل من النادي الاهلي، شايفه انه ممكن يرحل ولا لا؟ رايك ايه؟ انا متاكد. هي اللي عارفه. طيب انت عارفه قولي لي. بص، هو انا زلافه في الكوره. زلافه؟ ايوه زلافه. في لا لا لاند. بس عبد الله سعيد يعني لاعب كويس ما شاء الله عليه، وحقه يشوف يعني في نادي تاني، يشوف فرصه تانية. وكده كده النادي الاهلي يعني ما شاء الله يعني مش بيتوقف على حد من زمان يعني. انت شايف ان عبد الله سعيد خبره مطلوبه في النادي الاهلي ولابد من تواجدها ولا لا؟ طبعا، بس ستيل برضو نفس اللي قلته قبل كده، هو يعني حقه ان هو يشوف فرصه تانية بره، وكده كده زي ما قلت لك الاهلي مش هيتوقف على حد. طيب احنا استاذ معتز حاولنا نشوف الاراء اللي موجوده ما بين الاهالي والجماهير اللي موجودين في النادي بيتابعوا اخبار عبد الله سعيد واخبار النادي الاهلي، متواصلين معاك وعوده مره اخرى ليك في الاستوديو. شكرا تامر مجدي، وشكرا لضيوفك في حي المهندسين اللي كان بيطرح عليهم سؤال مباشر جدا، يا ترى ايه رايك في رحيل كابتن عبد الله السعيد عن النادي الاهلي ويروح يقعد في الامارات كده موسم او موسمين، لا ربما تبقى فيه فايده له. احنا يعني بنتمنى كل نجاح وكل توفيق والحظ السعيد للكابتن الكبير عبد الله السعيد، لانه راجل الحقيقه لعيب كبير و لعيب مؤدب وخلوق ونموذج للشباب المصري المتفوق في مجاله بصراحة. وربنا معاه كمان في المنتخب لما نلعب في المونديال في روسيا، هو وكابتن محمد صلاح وكل طبعا أعضاء منتخب الفراعنة اللي هيشرفونا إن شاء الله في مونديال 2018. بعد الفاصل ضيفي النهاردة واحد من المشهود ليهم برؤية مختلفة في تحليل الحياة السياسية والقانونية والإعلامية في المجتمع، وإحنا الحقيقة في توقيت دقيق لأن إحنا قاب قوسين أو أدنى على دخولنا الانتخابات، وأيضا في مشهد إعلامي مضطرب بعض الشيء سواء خارجيا أو داخليا، هنتكلم معاه في كل هذه الأمور. هيكون معانا المحامي الدولي الأستاذ خالد أبو بكر بعد الفاصل، خليكم معانا، اوعوا تروحوا في أي حتة.
ضيفي النهارده هو المحامي الدولي الاستاذ خالد ابو بكر. والحقيقه بقالنا وقت طويل قوي ما اتقابلناش مع بعض ولا عملنا حوار مع بعض. كان في وقت من الاوقات خالد كان معايا بشكل يومي في برامج التوك شو وفي المناقشات وفي تحليل الوضع السياسي والاعلامي والقانوني، وهو دايما بيبقى طبعا ما بيبخلش علينا في المداخلات الهاتفيه لتوضيح امر ما هنا او هناك. النهارده هو ضيف برنامج اخر النهار على شاشه قناه النهار، وانا برحب بيه. اهلا استاذ خالد ومنور. اهلا بيك يا استاذ معتز، وانت كمان وحشتني جدا. ربنا يخليك يا خالد. الحقيقه يعني انا مبسوط منه انك انت جاي في توقيت اعتقد ان هو محتاج ايضاحات كتير لملفات مفتوحه كتير، ربما الراي العام محتاج يعرف اكتر عنها. فتعالى مثلا نمسك المشهد الاعلامي. من شويه كان عندي مداخله هاتفيه مع الاستاذ مكرم محمد احمد، والحقيقه يمكن هو ابهرني بكلامه عن ازمه الزميل خيري رمضان وما الى ذلك، بعيدا عن مساله خيري تحديدا لان دي حاجه في ايد القضاء المصري والنيابه المصريه، محدش هيزايد على حد طبعا لان دي مؤسسات عارفه شغلها كويس جدا. انما الراجل يعني لقيته متعاطف نوعا ما، طالما ان الاعلامي اخطا خطا مهني وطلع اعتذر عنه. فانت تابعت الموضوع ده ازاي؟ يعني زي ما انت قلت هنوسع الموضوع اكتر، مش هنتكلم على حاله بعينها يعني. لكن انا كمان بحيي الاستاذ مكرم على موقفه امبارح والنهارده، وسمعت المكالمه معاك، موقف هائل جدا وموقف يدل على مسؤوليه كبيره جدا. الاعلام في مصر هي تدرجات يعني وفقا للمزاج العام في مصر. في 30/6 وانا هفكرك انه احنا كنا لحد 2 صباحا في الاستوديو معاك، وكانت احداث الاتحاديه قدامنا على الهواء، كان ضرب النار على الناس قدامنا على الهواء، وكان معانا عنصر اخواني بنقطع فيه، وقلنا يسقط محمد مرسي في يوم ما كانش فيه معروف واتس نيكست، ايه اللي جاي بعد كده. في اللحظه دي احنا خرجنا من الاستوديو وكان هو رئيس الدوله وماسك كل مفاتيح الدوله، وقلنا يسقط محمد مرسي ورزقنا على الله، ماشيين في الشارع مش عارفين اللي جنبك ده اخواني ولا اللي جنبك ده ايه. وكم تحملنا، كم تحملنا من شتايم ومن يعني قتل معنوي ومن اشياء كثيره جدا نتيجه تبنينا للراي، نحن اصحابه ونحن من بدعناه، فيش كلام انه الاعلام في هذه الفتره تحمل مسؤوليه كبيره جدا. لكن يبدو بعد كده ان الامور كانت كل منا في حب الوطن له طريقه. فكل منا حب وطنه بطريقه، لكن احنا كلنا بنحب الوطن. فاضل ان احنا نقعد مع بعض نشوف الطريق المثلى لحب الوطن، عشان نبقى كلنا ماشيين في طريق صحيح يعني. وانا اعتقد ان هناك نوع من عدم التفاهم ما بين بعض الجهات في مصر وما بين كثير من الاعلاميين. واعتقد ان كل منا ايضا في كثير من القضايا ينظر لها من وفقا لمعطياته ووفقا للزاويه التي يرى منها. الاعلامي بيمشي في الشارع، يعني المواطن بيساله يقول له حال البلد يبقى عامل ازاي؟ حضرتك اللي بتقعد مع المسؤولين وحضرتك تعرف اكتر مني، قول لي وانا اعرفك قبل ما اعرف المسؤول. ورئيس الوزراء، انا اسالك سؤال، من يوم ما اشتغلت لحد دلوقتي كم رئيس وزراء عدى على مصر؟ كتير. هي دي، لان انت الضمير. ومصر يعني عندها ثروه تحت الارض وثروه فوق الارض. ثروه مصر فوق الارض هي القوى الناعمه. اللي ما فيش دول كثيره تملك اموالا كثيره في وطننا العربي عندها هذه القوه. لذلك انا ارى واناشد ويعني كل امل ان يكون هناك نوع من اعاده اصطفاف فريق 30/6، أن تحتضن الدولة فريق 30/6. الدولة لابد أن تكون متأكدة أن كل إعلامي ظهر يوم 30/6 وحارب ودافع وعرض حياته للخطر هو إعلامي شريف، هدفه الوحيد هو مصلحة الدولة. فاضل لنا بس تنظيم الصفوف. لن يقوم بهذا الأمر إلا الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس عبد الفتاح السيسي له من البعد الأدبي والمكانة الأدبية عند كل هؤلاء مكانة كبيرة جدا جدا جدا. أنا أتحدث عن الأسماء الكبيرة من الإعلاميين. الرئيس السيسي يملك عليهم أدبيا، ويعني لو تتذكر اللقاء الأول اللي جمعنا بسيادة الرئيس عندما قرر أن يترشح لرئاسة الجمهورية وكيف كان صريحا جدا يعني في عباراته ودخل قلوبنا كلنا وتكلمنا يمكن 4 ساعات. أعتقد يا سيادة الرئيس أننا في حاجة إلى مثل هذا اللقاء الآن، وأعتقد أن مثل هذا اللقاء يجعلنا نشوف إحنا فين بالظبط ونشوف الرؤية فين بالظبط
ونصطف مرة أخرى حتى لا يعتقد البعض أن باجتهاد قد يوفق وقد لا يوفق أن هناك تعمد أو أن هناك نوع من أنواع شق الصف إطلاقا. والرسالة بقى الأكبر، معتز الدمرداش، لميس الحديدي، خالد أبو بكر، خير رمضان، أنا مش ممكن الأسماء دي في أي حال من الأحوال تحيد عن الدولة المصرية. وعايز أقول لكل إعلام الإخوان اللي بيحاولوا أن هم يصطادوا في الماء العكر، أبدا، أصل هو إيمان، ما هياش مثلا حاجة حد بيقول لك والنبي تطلع تقول الكلمتين دول، أو النبي عشان خاطرنا احنا عايزينك تمشي في السكة دي، أبدا. أنت بتتكلم وفق قناعاتك، بتتكلم بشيء أنت مؤمن به. أنت لما قلت يسقط محمد مرسي كنت مؤمن، لما قلت أنا ضد الإخوان المسلمين الإرهابيين أنت مؤمن بهذا الكلام. تمشي في لندن يشتموك، تمشي في باريس يشتموك، مش مهم. تتعرض لأذى معنوي على مواقع التواصل الاجتماعي، مش مهم. لن تكون راضي 100% عن بعض الأوضاع الحالية، طبيعي. أي بيت مصري جوه العائلة الواحدة لو أردت ترتيب البيت هنختلف في ترتيب الأولويات، لكن لما نيجي وقت الدولة المصرية لا لا، الجميع يعلم ولا بد أن يعلم أن كل من هؤلاء الإعلاميين هو قلب نابض في مصر وقلب نابض لصالح الوطنية المصرية، ويرى تماما ويعي المهمة اللي فيها الجيش والشرطة الآن، ومؤمن أن قيادة الدولة الآن، ده مش كلام عشان احنا قدام الكاميرا، قيادة منضبطة ومنضبطة عن حق. وأفتكر أن اللي بنقوله في الكواليس دلوقتي عن ذمة الرئيس السيسي المالية الطاهرة، عن أداء الرئيس السيسي، عن سرعة إنجاز الرئيس السيسي، هو اللي بنقوله على الهواء. يعني أنت بتحضر كثير من اللقاءات اللي احنا بنحضر فيها مع بعض، ما بقاش في حتة لا في كلام بيتقال وما ينفعش نقوله على الهواء، لا. قولا واحدا هذا الرجل يلقى منا احترام كبير جدا، وبالتالي دعوتي أتمنى أنها تلقى صدى ونلم الشمل قريبا. يعني ده كلام إيجابي جدا وأتفق طبعا معاك، بس أنا عايز أرجع أفسر وأحلل وبناء على ما تفضل به الأستاذ مكرم محمد أحمد قبل قليل في هذه الحلقة. ليه في تعالى نقول تيار، لأن طبعا المجتمع المصري ده زي ما أنت عارف يعني مجتمع يعني شرائحه كتير قوي، ملفاته كتير قوي، مشاكله كتير قوي، يعني ما فيش شك ان في ملف الاعلام بيشغل بال الراي العام، ده شيء ام ابينا. ليه في تيار عايز يقول الاعلاميين دول مش كويسين، دول مش وطنيين، الاعلاميين دول نيتهم سيئه، ليه؟ شوف الشهره بتلعب دور كبير قوي في الموضوع ده. وانت مثلا ما تعرفش مين اشطر دكتور، وما نعرفش مين أشهر مهندس، بس نعرف مين أشهر إعلامي لو مشي في الشارع الناس هتلم عليه. فبالطبيعي لأن هذه المهنة فيها كثير من الأضواء، فالأخطاء بتبقى الأخطاء والإيجابيات كمان بتبقى تحت المجهر قوي، لأنه كمان لما حد بيعمل حاجة كويسة جدا برضو الجمهور بيتفاعل مع هذا الأمر. لكن أنا أتفق معك أنه في خلال اليومين اللي فاتوا أو على مدار السنة اللي فاتت مثلا كان في نوع من السخط شوية على الإعلام. بعض الرسائل اللي وجهت على الملأ للإعلاميين أعتقد أنها كانت يعني جزء من هذا الأمر، وده سببه برضو أن مؤسسات الدولة وبعض الإعلاميين مش فاهمين بعض. احنا عايزين نقعد مع بعض، لو قعدنا مع بعض عشان نقول هذا هو طريق الوطن كلنا هنجري في طريق الوطن. ويمكن هو شايف لان هو اللي سايق عنده عدادات انا مش شايفها وحضرتك مش شايفها والمواطن العادي مش شايفها، وعنده قدر معين من المعلومات ينفع يقولها والقدر التاني لا، لانه مسؤول عن دوله دوله فيها 100 مليون بني ادم. فموضوع خطير ومركب. اتفق معاك تماما في هذا التوجه اللي موجود الان في الاعلام. اعتقد ان لو ان الدوله والإعلاميين وأنا أقصد أسماء بعينها يعني اجتمعوا مع بعض سيكون هناك حالة من الرضا المتبادل. أنا إزاي أخدم مصالحك من غير الكاميرا دي؟ المسؤول اللي قاعد في رئاسة الوزراء ورئيس الوزراء قرر قرار لن يعلم به المواطن، لن يصل بالكيفية التي تريدها الحكومة إلى المواطن. دور الإعلامي بقى أنه ياخد القرار ده ويفهمه ويدرسه ويتعامل معه بموضوعية، ثم ينقله بطريقته المعتادة اللي بقت في وجدان الجمهور إلى المواطن. لو ان احنا فقدنا زاوية الاتصال دي خلاص بقى في الشارع ضحايا، لان الاعلام بصلته اختلفت. فاؤكد لك انه التوافق ما بين مؤسسات الدولة وبين الاعلاميين اعتقد انه هو الطريق الوحيد. وعلى فكرة كله بالاقناع، والاقناع ده اكبر سلاح. يعني لما تيجي تقول لي مثلا ايه انت عندك، سمعت الاغنية بتاعت الصاعقة اللي عملوها الجديدة؟ انا والله الاغنية دي هزتني بجد، هزتني. واسماء الشهداء وطريقه غنى الاغنيه اثرت في وجداني.
هي دي القوة الناعمة. انت عملت 30 ثانية، 30 ثانية قدرت بيها توصل للصغير وللكبير. هو ده اللي احنا بنقوله، احنا في حرب، نعم نحن في حرب، نحتاج لكل الجهود متكاتفة، نحتاج ايضا لمن ينظر للجبهة الداخلية ويشوف التعليم ويشوف الصحة ويشوف الحاجات دي كلها، والاعلامي دوره ان هو يراقب زي ما البرلماني دوره ان هو يراقب، ولكن نفهم بعض، نوسع الصدر لبعض شوية. خليني اسألك سؤال، هبني سؤالي على مداخلة الحقيقة اتشيرت يعني قوي قوي اليومين اللي فاتوا تحديدا لحضرتك مع القسم العربي لهيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي في أعقاب أزمة ما عرفت بأزمة تقرير أو فيلم التسجيلي عن زبيدة. أولا قبل ما أدخل يا خالد في الموضوع، أنا عايز أعرف وجهة نظرك باعتبارك راجل محامي دولي ويعني عشت بره فترة طويلة وتابعت ما يكتب عن مصر في الخارج. مبدئيا تعالى نحدد الأول، هل ما يكتب عن مصر وينشر عن مصر في الصحافة الأجنبية في الدول الكبيرة مهم ولا غير مهم؟ الإجابة بكل يعني وضوح، مهم جدا جدا جدا. كويس قوي. هل احنا ماشيين في الاتجاه السليم فيما يتعلق بالتعامل مع وسائل الإعلام الغربية؟ الإجابة أيضا بكل وضوح لا. لا، كويس. وبالتالي الحقيقة أنا عايز أن احنا نعيد تصحيح المفاهيم وتصحيح المسميات، علشان احنا المفروض أن احنا نشتغل كتيم كفريق. صح. والفريق ده أنا شايف أن هو، عارف لما يبقى فريق كرة شايف أن هو مثلا محتاج قلب هجوم أو محتاج مثلا ديفندر أو محتاج حارس مرمى، فبيطعم صفوفه وبيتعاقد مع ناس محترفه. ففين يعني خالد ابو بكر الحمد لله يشكر طلع يعني ايه تصدى لنشره الاخبار او ما يذاع عن مصر في نشره اخبار معينه، ده في نشره اخبار واحده ضمن نشرات اخبار بتذاع على مدار الساعه 24 ساعه في اليوم على خبر واحد. انما ايه تقييمك لادائنا احنا في التعامل مع الصحافه الاجنبيه؟ صحيح. اولا بحييك جدا لانك طرحت قضيه بجد احنا محتاجين ان احنا نتكلم فيها، والوصف اللي حضرتك قلته دلوقتي في ان احنا لازم نعيد الصفوف، من يهاجم ومن يدافع ومن يصنع الالعاب والى اخره، هو ده الوصف الصحيح تماما. والتقييم لازم يمشي من هنا، والخطه لازم تمشي من هنا. مين فينا بيتكلم انجليزي؟ معتز الدمرداش. مين فينا يقدر يحاور بشياكه وبشكل لبق في الاقتصاد؟ لميس الحديدي. مين فينا يقدر يبقى عنده علاقات في الدول العربيه كبيره جدا ويقدر ان هو يطلع؟ عماد اديب. وات ايفر. لازم نرجع نقول لبعض دور مهم في الداخل، لكن ايضا في الخارج. في الخارج دي حاجه مهمه جدا. الخارج ليه اثر على الاستثمار، ليه اثر على السياحه، ليه اثر على انه بيتعامل معك في مجتمعاتك. لو انت راجل طبيب ولا راجل مهندس، انت جاي من اني بلد؟ من مصر. ده انتوا ما عندكوش حريه راي. ده انتوا عندكوا اعتقالات. ده انتوا عندكوا، لا انت فاهم غلط. لا تعالى افهمك بالراحه. فانت وانت في مؤتمر حتى في قضايا لا تتعلق بقضايا الراي العام، قضايا مهنيه، بتلاقي ان التصوير اللي موجود هناك وكان مصر في حته وان العالم كله في حته ثانيه. محدش عايش معانا، محدش شايفنا، محدش. الانجازات اللي مصر عملتها في خلال 4 سنوات روج لها محليا. طريقه الترويج عالميا دي محتاجه مدرسه، وانت راجل يعني استاذ في الاعلام وتعلم ذلك. في ناس متخصصه في هذا الشان. دورنا بقى ان احنا نجيب الناس المتخصصه دي ونقول لهم بابنائنا مش بغيرنا، طلعوا الناس الكواليفايد اللي تقدر تتكلم عشان تروح تتكلم باسم مصر بقناعه ثم بكفاءه. لكن مين اللي يعمل الكنترول على الحكايه دي؟ اعتقد ان احنا في حاجه الى الدوله مره اخرى، لانه التنظيم في حد ذاته، او بنحتاج الى هيئه الاعلام، او بنحتاج الى المجلس الاعلى للصحافه، نحتاج الى جهه ما، جهه لها مرجعيه ادبيه، تحاول بقدر المستطاع تقول لنا تعالوا نفكر مع بعض. معتز انت اشتغلت بره كتير، قول لنا ايه رايك؟ ازاي نخاطب الجرايد اللي بره؟ ازاي المراسلين الاجانب لما احب اكلمهم ابعت لهم مين عشان يكون على نفس مستواهم الفكري والثقافي ويبقى ساتسفايد كده هو قاعد معاه واخد منه معلومه كامله. كل الامور دي لازم تتضح ولازم يتم الترتيب ليها وفورا وبسرعه، ولازم يتصرف عليها. في مؤسسات كبيره جدا ودول كتيره جدا بتصرف عشان صورتها في الاعلام. لكن لما نيجي في موضوع زي موضوع البي بي سي، حضرتك يعني من الاعلاميين المشهود عنهم ان هو يعني له اتجاه موضوعي واضح. سيبك مني لما تكون المذيعه مصممه على انها تاخد رايك في زاويه معينه وتقاطعك 4 مرات وتقول لك لا من فضلك انا عايز اخد الزاويه دي، انت سالتيني في موضوع، انا قلت لك الموضوع له شقان، شق سياسي وشق قانون،
وبدات اتكلم ولقيتي كلامي مش عاجبك تصادري على كلامي ليه؟ يبقى حريه الراي بقى مش مبدا، ده حريه الراي وفقا للتوجه. ده بالنسبه للمداخله اللي حصل. الحاجه الثانيه بالنسبه للواقعه بقى ككل، حط نفسك بقى مكان مراسل بي بي سي، ام زبيده دي بفكرها ده تعرف تستقبل البنت دي؟ يعني لما تسال اعداد عندك ترتيب لقاء زي ده يمشي ازاي؟ الو يا ام زبيده انا جاي عشان خاطر اعمل معاكي انترفيو على البي بي سي، ونقعد ونحط فاكهه قدامنا والحاجات دي كلها في شارع من جوه شارع في حته شعبيه؟ اكيد لا، في حاجه، في طريقه. ثم ايه الاصرار الرهيب ده انه اليوم الاول مداخله والتاني مداخله وناشد الرئيس الامريكي؟ ام زبيده وصل بها الفكر انها تناشد الرئيس الامريكي؟ طب يا سيدي ام زبيده قد تكون صادقه، نحقق في الامر، وده حقها، دي مواطنه مصريه. حققنا في الامر، طلعت البنت واتسالت 30 مره قبض عليكي؟ لا. حصل مش عارف ايه؟ لا. عمل ايه؟ لا. انت بحريه كامله؟ لا. دي الصوره اللي كانت قدامنا، الموقف الطبيعي الطبيعي لاي وسيله اعلام في اليوم التالي انها تقول تاكد ان هناك خطا تم عن طريق هذه السيده نتيجه مشاعر، نتيجه وات ايفر، ولو ان شك تماما ده نتيجه ترتيب من وجهه نظري. والحقيقه الريبورتاج اللي احنا اذعناه في اليوم السابق ثبت انه مش صحيح وفقا لروايه الطرف الاخر. ما هو طلعوا اتهمونا، قال لك بتتكهرب وبتتعمل في البي بي سي، يعني عايز يشوه صوره الدوله المصريه كلها. فانت بقى خلاص كشفت الحقيقه، اطلع قول والله اخطانا في حق السلطات المصريه واذعنا تقريرا. وخلي بالك بقى وانت ادرى مني في لغه الاعلام، لما تطلع بقى الست الغلبانه مع شويه ايموشنز كده وبنتي وبتاع وصورتها وهي شايلاها، انت عارف انت لما تحب تخطف الجمهور بالكام حركه دول، طب البنت لقيناها وما طلعت الروايه كاذبه، فين بقى حقي؟ حق الدوله اللي انت اتهمتوها، حق المواطن اللي بداتوا تشككوه في مؤسساته. خلاص احنا اتفقنا، ملخص الموضوع ان البي بي سي ربما تكون سقطت سقطه مهنيه. صحيح. اكتفت بانها مش تطلع تعتذر، هي اكتفت بانها بتقول ان البي بي سي هيئه الاذاعه البريطانيه مستعده للنقاش مع الحكومه المصريه حول تقرير زبيده. ده لا يكفي، ده لا يكفي. والسؤال احنا كمصر بندخل في ازمه مع البي بي سي او غيرها، النتوركس الامريكيه، الشبكات الفرنسيه الاوروبيه، احنا بنكلم بعض يا خالد. صح 100% اللي انت دي جمله صحيحه تماما. احنا الراي العام العالمي ربما ما ولا سمع كلام عن زبيدة ولا عن غيره. كلام حضرتك صحيح، لكن انا ضد فكره الازمه. انا في فكره الحوار والاقناع والكشف امام الناس، امام العالم كله. يعني اللي احنا عملناه في قضيه زبيده دي اعتقد انه كان مثالي، ان احنا بسرعه جابت البنت وبسرعه عرفنا الحقيقه وبسرعه اذعنا الحقيقه، ولما طرحت بي بي سي الموضوع دخلنا عليهم في مكالمه وقطعنا عليهم محاوله الاسترسال في هذا الامر. بس بنكلم بعض ده صح. السؤال متى سنجلس ومتى سنقرر ومتى سنضع الخطه اللي حضرتك قلت فكرتها دلوقتي، اعتقد انه لازم يكون بكره. بص بقى خليك دقيقه واحده، لانه لازم يكون بكره ده انا هاخده عنوان عندي في البرنامج، لانه مهم جدا ان احنا نتكلم في تفاصيل هذا الموضوع، لعل وعسى ناسس لبدايه مرحله جديده. أتمنى. في تخاطب المجتمع المصري مع يعني صناع القرار في المغرب. يعني نعتبر دي مبادره انت تتبناها وارجوك ان انت تدعم في هذا الامر. ربنا يسهل. هكلم او هكمل كلامي مع الاستاذ خالد ابو بكر بعد الفاصل، اوعوا تروحوا في اي حته. برحب بضيفي المحامي الدولي الاستاذ خالد ابو بكر مره تانية، وبشكرك على قبولك الدعوه مره تانية. شكرا لك. وقبل الفاصل هفكرك كنا بنقول ايه. كنا بنقول ان احنا محتاجين مواجهه لما يقال عن مصر مع الخارج بدلا من مخاطبه انفسنا. صح. انا اقتبست منك الموضوع وسميتها مبادره. فخلينا يعني نوجه هذه المبادره لكل الناس، استاذ مكرم محمد احمد، استاذ كرم جبر، والهيئه الوطنيه للاعلام، هيئه الاستعلامات، هيئه ضياء رشوان، عامل شغل كويس جدا، عامل شغل كويس جدا. تعالوا نقعد كلنا مع بعض، يمكن واحد كبير عنده خبره ويمكن واحد صغير عنده فكره. وتجتمع الفكره والخبره كي نحقق يعني امرا. لذلك بدعو زميلنا ضياء رشوان، وهو يعني علاقاته بكل الناس دي كويسه، ليه ما تعملش دعوه عامه لكل من يعمل وتثق في فكرهم
في المجال الإعلامي أو الذين يخاطبون الرأي العام بشكل عام، عشان نفكر مع بعض بصوت عالي نعمل إيه، إيه اللي ناقصنا، نكمل بعض إزاي. ده شيء مطلوب، وعلى فكرة ده لا يقل إطلاقا عن باقي الجبهات في الحروب، يعني لأنه شكل الدولة المصرية ده بيلعب دور كبير جدا. خالد معلش أنا آسف أنا بقاطعك بس عشان الوقت قصير، هل من مصلحتنا كمصر إن إحنا نقف على يعني على 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 معاداة نعادي منظمات كبيرة صحفية كبيرة زي البي بي سي كمثال إطلاقا، ولكن ولا نفسح لهم المجال لأن هم ييجوا ويعملوا اللي هو الاونست ريبورتنج اللي هو التغطية المهنية الصادقة وادعموا فيها علشان يوصل صوتي مظبوط؟ أنا من الرأي ده وبقول لحضرتك مرة تانية في بس عندنا مشكلة صغيرة، أحيانا نهاب الغرب، إحنا عشان عشنا برا كتير فعارفين الموضوع. أنا يمكن ضربت للمذيعة مثال، أنا ممكن أروح إنجلترا بكرة الصبح وألف استرليني لكل 10 ستات إنجليز وأقعد أعمل مظاهرة قدام قصر باكنجهام ولا حاجة، وفرنسا أقدر أعمل كده. ومش كل الفرنساويين متعلمين ومش كل الإنجليز متعلمين، بالعكس اللي عاش هناك يعرف إن في ناس كتير قوي ممكن تقول له شمال شمال يمين يمين، وهم في الهايد بارك عندهم أكتر زي ما كتير قوي واخد بقى حضرتك. فأقصد إنه كي تخلق حالة ده شيء سهل جدا وتقدر تروح للبسطاء من الناس تستنطقهم ببعض العبارات كي تخلق حالة، لا نخلي البي بي سي شغاله، نخلي السي ان ان شغاله، وما نقدرش في العالم دلوقتي ان احنا نوقف الكلام ده. ما تقعدش تقفل المكاتب، لا اطلاقا، ولكن لازم احتفظ بشخصيتي، لازم احتفظ بالكاركتر بتاعي. اولا انا الدوله المصريه، هناك قوانين لابد ان تحترم. انت بي بي سي، انت البيت الابيض على نفسك في الدوله المصريه وفي مؤسستها وفي النيابه العامه، ده واحد. اثنين، هناك الهيئه العامه للاستعلامات هي اللي تنظم عملك وفقا للقانون. حضرتك تقف في الطابور زيك زي اي حد، ما يفرقش معايا انك سي ان ان او انك اقل مؤسسه صحفيه، ده اهم شيء. ولا نهاب ابدا الاسماء، ده من حيث الشكل. حيث المضمون بقى الحجه بالحجه. يعني لما اكون بجل حد بيخاطب بي بي سي لازم يكون بقدر من الثقافه اللي تعرف لغه الحوار دي، ما تكونش مثلا واحد يعني طالع يقول كلام غير موضوعي، لا العالم لا يقبل هذا الكلام، او طالع يقول شعارات محليه مستهلكه، العالم لا يقبل هذا الكلام. لازم نعي لغة الخطاب الدولي كيف تتخاطب مع مؤسسات بهذا الشكل. فبالتالي نفتح المجال ونهيئ أنفسنا ونختار مننا الناس اللي يمكن أن تمثلنا في هذا الأمر ونعمل استراتيجية. أعتقد أن دي المعادلة المثالية للتعامل مع مثل هذه المؤسسات الصحفية الكبيرة. وزير الخارجية طلع وكان بيتكلم أمام محفل دولي مرموق وكبير جدا وهو الأمم المتحدة، وتعرض لمسألة البي بي سي. ولما وزير خارجية مصر يجيب سيرة البي بي سي معناها انه ان احنا ربما الموضوع ده اثر فينا قوي طبعا، وهو محق، وانا باشيد بتناول له هذا الموضوع، وانا اتمنى ان هو نفسه وزير خارجية يعمل انترفيو طويلة جدا. لا هو بيعمل، وعلى فكرة احنا عندنا ميزة ان وزير خارجيتنا الانجليزي بتاعه حلو قوي، يعني مش طبعًا بس بلكنة اكاديمية زي بعض كثير من المسؤولين، لا هو الانجليزي بتاعه كويس، وفي نفس الوقت هو ردود افعاله على الاسئلة برضو كويس، وانا متابع جيد جدا لاسلوب حواره. لكن هل مصر تضايقت مما فعلته بي بي سي؟ الاجابة نعم. وكل بيت مصري تضايق، انت كنت بتهزني في مؤسسات الدولة، انت عايز تطلع لي صورة الدولة المصرية انها بتقتطف بنت من امها، اروح فين انا احس بالامان ازاي؟ بس انا عاوز المجتمع البريطاني والمجتمع الدولي اللي هو بتنتشر البي بي سي بشكل يعني الحقيقة النظر. هنا بقى يجي بقى الباك فاير بقى، هم اللي يشعروا بهذا الظلم وبهذه السقطة. يبقى انا نمرة واحد هرتب، وفي شركات خاصة بده، هرتب انترفيوز للناس اللي بتتكلم المصريين المتحدثين جيدين يقدروا يتكلموا بموضوعيه، هرتب لهم مع الصحف الاجنبيه، هرتب لهم قبل زيارات السيد الرئيس لقاءات كثيره جدا، هرتب لهم ندوات يقدروا يتكلموا فيها ويشرحوا. لو انت اثرت، لو حضر لك 50 واحد اثرت في 5 فيهم انت كسبان. بس هي زي ما قلت لك محتاجه العمليه التنظيميه دي، العمليه بتاعت طيب هيكله وتوظيف كل واحد في مكانه الصحيح. قبل ما اختم، ممكن يبقى في موضوع الناس بتطرحه وربما انت بتتابع السوشيال ميديا، هل الاعلاميين دلوقتي اصبحوا في مرمى النيران؟ ايوه. طب والحل ايه؟ هل في دوله هتبني مستقبلها، هتنهض، هتطلع لقدام من غير مؤسسات اعلاميه قويه؟ كلمه السر في القضايا التي تريد ان تحل سريعا في مصر هي الرئيس السيسي. لو ان الرئيس السيسي قرر، وانا ادعوه واتمنى وانا ارجو، وفي كل الاحوال انا اثق يعني ثقه عمياء في هذا الرجل، أن يحتضن أو يعيد احتضان الإعلاميين، لا سيما إعلاميين 30/6،
والاعلاميين دول بيقولوا له احنا ادوات لخدمه الوطن بتاريخنا بحاضرنا بثقافتنا بكل شيء. الرئيس السيسي يحتضن هؤلاء مره اخرى ونضع استراتيجيه يعني نتعهد فيها جميعا ان يكون الصالح العام له منهج واحد وليس له مناهج متعدده. اعتقد ان من الانطلاقه دي وجهه النظر هتختلف تماما. كنت اتمنى ان انا اقعد معاك للصبح. احنا اكيد هيبقى بيننا اللقاء التاني. يبقى في تانية. استاذ خالد ابو بكر الف الف شكر على هذا الحوار، واتمنى لك كل توفيق وكل نجاح ان شاء الله في اي حاجه تعملها. شكر جدا. ربنا معاك يا خالد. شكرا الف شكر على متابعتكم حواري مع المحامي الدولي الاستاذ خالد ابو بكر، وان شاء الله نلتقي في اخر النهار في حلقه بكره، والى اللقاء.